Ey aşk sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Sana geldim, al yine büyüt beni. Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? يا آغا اهدى شوي. ندعو لك روحوا من هون. اهدى نزل سلاحك، ما فيك تهرب. لا تقربوا. لا تعمل هيك. لا تقاوم، ما فيك تهرب عم قلك. اترك سلاحك. إذا حدا بيحاول يقرب بقوصه، لا تقربوا، أنا الآغا وزعيم العشائر، ليش ما عم تفهموا؟ يا آغا، لأنك الآغا ما لازم تعمل هيك، يلا نزيل. رجع، إذا بتقرب بقوصك، اصحى حدا يقرب. ملك، ملك. Haykırsam olmuyor, sussam
pişmanlığım tuttu köşe başını. Yürüsem olmuyor. Samhini. Pişmanlığım tuttu köşe أنا başını. حبيتك ملك. كتير حبيتك. عشقتك موت. يرسم olmuyor dursam olmuyor. İçimde binlerce cevapsız soru, kalbimde dertlerin belki en Devran! Yardım et Allah'ım. Devran! Hadi anne! Devran'ım şu an Allah'a lanmut! Devran! Ya ya Devran! 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 Devran lan bu! Yardım et Allah'ım sen la ya bizi Devran! Ağlasam olmuyor gülsem Devran! Ağlasam olmuyor gülsem olmuyor. Yardım et Allah'ım sen bizi koru. Ağlasam olmuyor, gülsem olmuyor. Ağlasam olmuyor, gülsem أنت جاهزة حبيبتي؟ يا ريت لو أخي آزاد كان موجود هون هلأ. يمكن ما أنه موجود معنا بس عم نساوي الشيء اللي هو بيحبه، وهو إنك تكملي حياتك ودراستك، وهي كانت رغبته. بتعرفي هالشي مو هيك؟ ما عم بقدر صدق ابنه، عجد انتهى كل شيء. انتهى. بعد ما تخلص المحكمة منروح من هون وما بقى نرجع مرة تانية بنوب. وأخيرا بعد شوي رح نسمع الشاهد وهو الدكتور. طبعا ومثل ما الكل شايفين مبين انه زهرة لساتها طفلة وعمرها ما بيسمح لها أبداً للزواج والحمل والولادة، وحتى لو اعتبرنا أنه هي بتقدر تتزوج هالزواج مرفوض لأنه هالطفلة ما تجاوزت سن الـ 18 وهي انجبرت على هالزواج غصب عنا، وهن حرموها من طفولتها وحقها بالحياة. بنت بعمر الطفولة بيجبروها أنه تكون زوجة وبتصير أم كمان. في كثير بنات عم بيموتوا بسبب الحمل والولادة المبكرة، وهي جريمة بحق الإنسانية. لهيك هي العيلة لازم تتحاكم على ظلمهم لزهرة، ونحنا ما لازم نسمح لأي حدا يجبر بنته على الزواج وهي تحت العمر القانوني، لأنه ببساطة لما يزوجوها وهي طفلة بيكونوا عم بيقتلوها. انت رح تصير آغا عيلة كيرمان، وكلهم رح يسمعوا كلامك وبس، رح يطيعوا أوامرك، وانت رح تسمع همومه
ورح أتأمن لهم كل احتياجاتهم. لا تكون ظالم مثل ديفرا، بس انت امك رح تربيك، هي ما رح تتخلى عنك ولا رح تتركك مثلي. انا بايدي زتيت ابني بنص النار، وبعدين ما عاد قدرت طالعه منه. راسي، اخ يا راسي، راسي رح ينفجر. ليش مبسوط ومبتسم حلمي؟ يلا قومي قومي، عندي إلك خبر حلو كتير. شو هو؟ لكون رح موت؟ لا، عالقليلة مو هلا. هداك اليوم لما كانت نفسك عم تلعي مو رحتي لعند الدكتورة والدكتورة طلبت منك تحليل دم؟ ايه. هلا وأنا جاي على الطريق على البيت اتصلوا فيني وقالوا لي طلعت نتيجة التحليل تبعك. ايه شو طلع حلمي؟ مبروك، أنا رح صير أب. لك الله يبليك بعمل عيونك يا حلمي، يا حقير كنت عم تخوني. دخيلك يا ربي صبرني. راسي. تحليل الدم مو كان تبعك، يعني أنا رح صير أب وأنت رح تصيري أم. ايه أنا رح صير أم؟ ايه صحيح. ايه أنا رح صير أم ورح يصير في عنا ولد. لا شو؟ ما رح يصير عنا ولد. رح يصير عنا توم ولاد، ولدين ولدين. شو بدي ساوي بحالي؟ يا ربي لو انك تبعت لي اياهم بالتقسيط، انا شو بدي ربي ولدين سوا. حسبونا الله ونعم الوكيل. لكن بسطي يا مرا. رح يصير عنا ولدين. ايه رح يصير عنا ولدين. الحكم. زهرة وعلي كيرمان زواجهم من بعض التغى، وبالنسبة للطفل جمال كيرمان بيتسلم لأمه. رح نطلق سراح نوجين كيرمان ونلقي القبض على علي كيرمان وأمه زمرد كيرمان، ورح يتحاكموا على الشي اللي سووا. نعم أمي. خسرنا يا علي، خسرنا القضية، والقاضي حط أمك بالحبس ورح يمسكوك ويحبسوك كمان، والقاضي عطى جمال لأمه. مستحيل ياخدوا ابني مني، مفهوم؟ شو ما كان التمن ما بعطي ابني لحدا. علي ابني لا ساوي شي جنان. علي علي علي، انتو جننتوا الولد، انتو جننتوا. جمال ابني انت بردان شي؟ يلا خلينا نفوت لجوا. يلا اعطيني جمال. برد هون، رح اخده لجوا. اف قلتلك اعطيني اياه. علي وقف، شو عم تساوي؟ هات الولد. ايه
جمال ابني، فهمتي؟ وما رح اسمح لحدا بالدنيا ياخده مني. اتركه، انا عم قلك اتركه، حرام عليك. لوين بدك تاخده؟ ما عليك علاقه بهالشي. شو دخلك؟ هذا ابني، باخده لوين ما بدي، فهمتي؟ مشان الله اترك الولد، لا تحرمه من امه. يلا اتركه لاشوف. ما ضل عندي شيء اخسره، ما بقي لي غير هالولد. لازم نساوي شيء، لا تخليني يحطوا زمرد بالحبس. ما في شيء نساوي، خلص القاضي أصدر الحكم. لا تبكي يا ابني، انت مع ابوك ما عاد يقدروا يبعدونا عن بعض. رح نروح من هون على مكان بعيد، لا تقلق. انا شو قلت لك؟ ما وعدتك هالمره رح ننجح؟ شفتي، رح ناخذ جمال من هون. انا رح احجز تذاكر الطياره. تمام. اختي فاطمه، ربحنا القضيه. ملك اخذوا مني، ما قدرت امنعه، اخذ الولد مني وراح. شو؟ مين اخده؟ علي، ما قدرت امنعه، ضربني بالسكينة. امي شو بو جمال، صار له شي؟ علي خطف جمال. انتي بتستاهلي يا زهرة، ما عاد تشوفي وش جمال بحياتك. بابا، امي، زهرة، ابني. خلص اهدي شوي، رح نرجعه، لا تقلقي. هو قال لي انه ما عاد يخليني اشوف جمال بحياتي، بلكي ما قدرنا نلاقي. امي خلاص طولي بالك، ما رح يصير شي. بابا مشان الله خلينا نلاقي جمال، ما فيني اعيش بدونه. ماشي بنتي، خلاص اهدي اهدي. انا خبرت الشرطة وهن بلشوا يلاحقوا، هلأ طلع من القصر، ما بيكون بعد كتير. يلا بسرعة خلونا نلاحقوا. يلا يلا يا ربي، يلا احميني جمال. كان لازم اتركه، كان المفروض جيب جمال معي على المحكمة. زهرة لا تشغلي بالك، رح نمسكه لهذا الواطي. بابا شلون رح نمسكه وما بنعرف وينه اساسا؟ لا تقلقي بنتي، حتى اذا تخبى تحت سابع ارض رح لاقيه وامسكه. مثل ما انقذتك رح انقذ جمال، بس وثقي بابوكي. بابا طلع علي هنيك، لحقه بسرعة قبل ما يهرب منك. تمام بنتي اهدي. يلا يضرب هالحظ. لك انتبه على سواقتك يا حقير، انتبه. معك طفل صغير، شو عم تساوي يا غبي؟ تمام ورجيك. رح نمسكه زهرة. امي اهدي. دخيلك يا ربي ساعدنا جمال، ابني جمال. بابا مشان الله ساعد ابني بسرعة، هالمجنون رح يقتله. ماشي بنتي اهدي. ميرزا، ميرزا
لكن انتو رح تضلوا تلاحقوني. ايه بسيطة. بابا دير بالك، لا تخليه يضيع منك. اسرع شوي. امي شو بدنا نسوي؟ ميرزا ما رح تاخدوا ابني مني. انا مستحيل اعطي ابني لاي حدا. اهدي يا بنتي، خلص شوفي نحن لاحقينه. علي علي وقف. علي اترك الولد، لا تهرب. علي وقف. اهدى اهدى، خلاص اهدى، ما بقى فيك تهرب. عطينا الولد. يلا علي، عطي جمال لأمه. بعده وقلب زدته. علي عطيني الولد. لا تعملها. شو انت جنيت علي؟ عطيني الولد. لا علي لا تسويها، لا تزد جمال. امي هو رح يقتل ابني. يلا روحوا من هون، وقال قسما بالله بزدته. لا 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 لا، اهدى. إذا بدك تموته لابني موتني كمان معه يا علي. لا تعملها. لا تخافي زهرة. علي أنا ما رح أمسكك، ليك رح ضل واقف. أعطيني الولد. يلا علي. علي من شان الله اتركه للولد. جمال ما عليه أي ذنب، اهدى وعطيني إياه. روحوا من هون، ما رح تاخدوه. أنا رح أهتم بابني، مفهوم؟ ما رح تاخدوا جمال مني، ما بسمح لحدا ياخده. كيف رح تهتم فيه؟ الولد لساته رضيع، هو بحاجة لأمه هلأ. شو دخلك؟ شو دخلك؟ بجيب له واحدة تدير بالي عليه، بس ابني رح يضل معي، فهمت؟ لا تعملها. انت كمان مثل زهرة ضحية لأعرافكم. اترك جمال، عطيه لأمه، خليها هي تربيه. نحن منأمن له حياة كتير منيحة، ورح يكون عنده مستقبل حلو. لا تعملها، هاتوا لشوف. عطيني الصغير. اسمع، بالرغم من كل شي عشنا، بس انت مانك شاب سيء، أنا بعرف هالشي. أنت كمان ضحية للأعراف. بكرة بتشوف، رح تلاقي بنت تحبها، رح تتزوجها وتجيب أولاد يا علي. يلا أعطيني الصغير. علي الله يخليك اتركه، من شان الله اتركه. يلا علي. Thank you.
يلا فوتوا لشوف. مين؟ روزجار؟ يلا تعالوا. أهلا وسهلا. أهلين فيكي بابا. ابني البطل. أهلا وسهلا أختي زهرة. أهلا فيك روزجار. أهلا وسهلا أختي. أهلا فيكي أختي. لا تواخذونا بهار، ما كنا رح نجي لهون، كنا رايحين على الفندق بس ميرزا قصر. منيح عمل هيك، كنا زعلنا لو ما اجيتوا. رح استأجر مشانكم بيت قريب من بيتنا، ملك وزهرة بيعيشوا فيه وهيك بيضلوا قراب مننا. يلا قعدوا على السفرة وأنا رح شوف الأكل. يلا قعدي بنتي. روزجار كيفك يا بطل؟ بابا ميرزا رجع لهون. الحمد لله على سلامته. رجاء جهز الدفتر، بدي أعطيه لميرزا اليوم. أنت عم تغلطي بنتي. غلطي الكبير كان لما أعطيتك هذا الدفتر، وأنا قررت صلح غلطي. بنتي أنت رح تزتي أبوكي بالنار. أنت اللي شعلت النار بابا، ما رح أسمح لكم تحرقوا ميرزا. لا تتوقعي أبداً أني ممكن أعطيك الدفتر. بهالحالة ميرزا رح ياخده بنفسه، أنا رح أحكي له كل شي بابا. مستحيل أقبل بهالشي. تعالوا لهون. في احتمال المسا يجينا ضيف مو مرغوب فيه. إذا إجا ميرزا وقدر إنه يفوت على هالبيت أوصو. انت جعت يا قلبي جمال؟ حبيبتي انا رح روح حضر له اكل. ماشي حبيبي. يا نور عيوني يا روحي، انت جوعان يا ابني الحلو حبيبي. انت بهار؟ بتمنى تقرأ هالرسالة قبل ما أرجع على البيت ميرزا.
لأنه ما رح أقدر واجهك بالكلام اللي عندي. أنا ارتكبت غلطة كتير كبيرة، بس ما توقعت النتيجة تكون كبيرة لهالدرجة. ما خطر لي إنك تتضرر وتنأذى هالقد. الدفتر اللي كان فيه كل الأدلة والإثباتات، بالحقيقة أنا اللي أخذته يا ميرزا وعطيته لبابا. لأنه كان بابا وشريكه رح ينتهوا إذا أنت سلمت الأدلة للأمن. اثنيناتهم كانوا رح يخسروا ثروتهم ورح يخسروا اسمهم وسمعتهم. بابا قال لي إنه رح ينتحر، وأنا لهذا السبب تعاطفت معه، بس هو ما تعاطف معنا. وأنا هلأ رح صلح الغلط اللي ارتكبته من زمان. شو ما كان الثمن اللي رح ادفعه، بس رح جيب لك الدفتر يا ميزة. بتمنى انك تسامحني. يلا يا بهار، يلا ردي على تليفونك. ميرزا لوين؟ ملك انا هلا مضطر روح فورا، بتديري بالك على الولاد. اكيد لا تشغل بالك. وين بهار؟ وقف عندك. مين انت؟ قلت لك وقف. لك شو ساويت؟ هذا اللي صار. بنتي بهار،
بهار. بهار بهار بعد بعد بهار بهار بسرعة اطلبوا الإسعاف بسرعة يلا لشوف بسرعة. ميرزا لا تحكي. سامحني بهار لا تتعبي حالك لا تتعبي حالك. بيلين وروزكار مع زهرة كمان بأمانتك أنت وملك. بهار لك سووا شي بسرعة اركضوا اركضوا طلبوا الإسعاف. بهار روزغار ما عم يقدر ينام قال بده يقعد يستناهن معنا. تمام تعال لشوف نحن رح نستنى أبوك وأمك بس أول ما يجوا فورا بتطلع على غرفتك وبتغمض عيونك اتفقنا؟ طيب هن لوين راحوا ما حكوا لك شي؟ لا والله ما حكوا. مو من عادتهم يطلعوا بالليل هي أول مرة بيساووها. بيلين يلا أنت كمان ارتاحي يا بنتي لا تقلقي هلأ بيجوا. أنا زهرة عروس القصر الصغيرة. لما كان عمري 14 سنة كنت عم بلعب بالحارة بعدين صار اتفاق بين عيلتين وزوجوني. مدرستي أحلامي حياتي كلهم انتهوا فجأة وأنا لساتني طفلة صغيرة صرت عروس بقصر كبير. خلوني إجلي طناجر أكبر مني وغسلت كتير تياب وشطفت وغسلت سجاد كمان وصرت أم لطفل قبل ما عيش طفولتي. دموعي ما وقفوا ولا للحظة لأنه أنا ما كنت عروس بالقصر الكبير كنت ضحية للأعراف. ولهالسبب ألفت هالكتاب لأنه بدي ضمير كل الناس يصحى ويعرفوا شو يلي عم بيصير بلكي بالمستقبل بيتعاطفوا مع الأطفال وبيمنعوا زواج البنات الصغار ودمار حياته. أنا بتمنى كل يلي مفكرين إنه حياتهم حزينة يقروا كتابيها مشان يتعلموا ما يستسلموا أبدا ويتعلموا إنه يضلوا عم يدعوا لرب العالمين. وقتها رح يساوي لهم معجزة تغير حياتهم. Thank you.
bana feryatımı duyar mısın?